النساء بمجتمعنا بيعانوا من كتير تحديات في فترة الدورة الشهرية الحقيقة، والتحدي مقسوم لقسمين. يعني في تحدي أول شيء شخصي، اللي هو لأنه مثل ما حكينا الدورة الشهرية فيها أعراض جسدية وفيها أعراض نفسية، يعني تغير الهرمونات، تقلب المزاج، أحيانا يعني حتى في شيء بيكون مثل بوادر اكتئاب، يعني فممكن المرأة حتى ما عندها قدرة إنها تطلع وتشوف حدا، ممكن تكون ما قدرانة تحكي مع حدا، فما بالك المرأة العاملة بدها تطلع تأدي مهامها الوظيفية بشكل يعني طبيعي. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني في حال قررت النساء، يعني المرأة شافت حالها قدرانة وراحت على الشغل، ومثلا ممكن خلال النهار يصير في مضاعفات، اما الالم يزيد او انه النفسيه الوضع النفسي يصير غير مقبول انها تقدر تكمل مهامها، فصير بدها تطلب اجازه. بالحالتين اذا اخذت اجازه من البدايه، يعني خلينا نقول ما راحت، او اخذت اجازه خلال العمل، هذا التحدي الثاني الموجود اللي هو مرتبط بالوضع الاجتماعي وتموضع النساء بمجتمعنا. مثل ما حكينا هذا الموضوع بسبب كثير خجل عند النساء، فاول بصير انه انا كيف شو بدي اذكر السبب الحقيقي للاجازه اللي انا بدي اخذها؟ هل انا قادره اني اذكر السبب الحقيقي لاخذ اجازه، علما انه معظم يعني خصوصا اذا كان المدير المسؤول عني رجل، ونحن بنعرف انه معظم المناصب القيادية هي من نصيب الرجال، فهذا اكبر تحدي. للأسف يعني فيني اجزم انه معظم الدوائر الرسمية إن كانت حكومية أو خاصة ما فيها أي تدابير إيجابية بتخص النساء بهذا المجال. خارج قوسين الولادة والرضاعة ما عندنا أي قوانين بهذا الموضوع نهائيا. إذا قلنا إنه والله خلال الدورة الشهرية الإنتاجية ما بتتأثر، بنكون بنلتف على الحقيقة. لكن في سؤال هون مهم نسأله، إنه هل هو انخفاض إنتاجية النساء خلال الدورة الشهرية هو سبب لإقصاء النساء عن العمل من جهة، أو خلينا نقول توصيفهم بالأوصاف اللي كنا بنسمعها إنه نساء غير قادرات على أداء مهام وظيفية بحد ذاتها، أم الدفع باتخاذ تدابير حقيقية إيجابية لنوازن هالكفة؟ لازم نفرق بين الإنتاجية والحق. يعني الفروق الفيزيولوجية بين النساء والرجال اللي بتسبب إنه المرأة بتتعرض للدورة الشهرية كل شهر، أولاً هذا شيء خارج إرادة النساء، وثاني شيء هذا مو سبب، يعني المرأة لا تتعمد الهروب من مسؤولياتها بالعمل لحتى نقول إنه ليش نحن نفكر إنه ناخد تدابير إيجابية إضافية خاصة للنساء. ليش؟ لأنه هذا خارج إرادتها، ونحن بحاجة للدفع باتجاه اتخاذ عدة تدابير، وهذا شيء أنا لازم أركز عليه. اتخاذ يوم إنه يعني نطرح فكرة إنه يكون في يوم إجازة، خلينا نقول بداية اليوم الأول بالدورة الشهرية، هو جزء من هاي التدابير وليس كلها.